بسم الله الرحمن الرحيم، معكم أحمد الخليل وفيديو جديد. بهذا الفيديو بدي أحكي لكم عن سيكشن جديد، عن جزء جديد من هذا الشابتر. هذا الجزء بحكي عن الكونستانت أكسلريشن أو التسارع الثابت. أكسلريشن تسارع وكونستانت ثابت، شو يعني؟ يعني في دراسة خاصة للأجسام اللي التسارع تاعها ثابت، زي ممكن ما سمعتوا في هاي الشغلات من قبل. ف كيف بتصير لو نرسم مثلا علاقة التسارع A اللي هو التسارع مع الزمن T، راح تلاقوه ثابت، يعني رقم ثابت هيك. مثلا هذا الرقم هو 7 فرضا. فالأجسام اللي لها اشي زي هيك، التسارع ثابت زي هيك، نقدر نطبق عليها معادلات خاصة. طب لو نوصف الحركة تاعتها كيف بتكون؟ بما انه التسارع ثابت، فبالتالي لو نرسم V اللي هي الفيلوسيتي اللي هي السرعة مع T، راح تلاقوها طبعا تكامل هذا الشكل، فراح تلاقوه شكل زي هيك في هاي الحالة مثلا، أو طبعا لنازل أو أي شكل ثاني، بس في هاي الحالة لازم يكون هيك طالع لأنه الأكسلريشن موجة. فالأجسام اللي سرعتها بتتزايد بشكل ثابت أو بتتناقص بشكل ثابت، هاي في لها طريقة معينة للدراسة وطريقة خاصة للدراسة. أهم تطبيق على التسارع الثابت وليش درسوه لحال، لأنه الجاذبية الأرضية تسارعها ثابت، اللي هي A تاعت الجاذبية الأرضية بتساوي ناقص 9.8 متر لكل سكند تربيع. طبعا ناقص حسب انتو وين تفرضوا الإشارة، بس الفكرة تسارع الجاذبية الأرضية هو ثابت، وأكثر شيء بيتم دراسته تسارع الجاذبية الأرضية. لهيك حتى هاي القوانين كلها بتدرس، معظم الأفكار اللي حتشوفوها راح تشوفوا أشياء تكذف مثلا للأعلى، أو أشياء بتتسقط، أو أشياء بتتعلق في الجاذبية الأرضية. بس القوانين هون بتحكي لنا مش بس عن الجاذبية الأرضية، بتحكي لنا عن كل شيء. تمام؟ فعشان هيك في قوانين للكونستانت أكسلريشن لازم نشوفها هلا مع بعض. هلا بس قبل ما نبلش، لو كانت السرعة ثابتة مش التسارع ثابت، سرعة ثابتة شو يعني؟ يعني التسارع بتساوي صفر، لأن التسارع هو مشتقة السرعة. فلو كانت السرعة ثابتة والتسارع بساوي صفر، فيش إلا قانون واحد في الدنيا اللي هو دلتا إكس اللي هي المسافة بتساوي في بتي، فيش غير هالقانون اللي هي المسافة بتساوي سرعة في زمن، لأن السرعة نفسها ثابتة. فبتشوفوا كم مشيت متر وبتكون هاي المسافة. تمام؟ فهاي قانون السرعة الثابتة. هلا لما يصير تسارع ثابت بنيجي لهاي كل هاي القوانين. هلا هاي القوانين تحكي لنا إنه أول شيء أنا بفضل جدا جدا تكونوا حافظين هاي القوانين، مش شرط تحفظوها يعني تمسكوهم تقعدوا تحفظوا فيهم، لأنه شوية ممارسة شوية حل لحالها كل هاي القوانين بتصير إشي خلص سهل كثير بالنسبة لكم. علما بأنه يعني عادة بيجيبوا لكم أول 3 قوانين هاي في الامتحان جاهزة، يعني بعطوكم إياهم جاهزين، بس أنا دائما بفضل الواحد يكون حفظهم عشان يكون أسرع في الحل. وبتحفظوهم باي براكتس، ما تقلقوش يعني مع التدريب بتحفظوهم لحالكم. هلا أول قانون بيحكي لي V final بتساوي V initial زائد A بتي. شفتوا هاي القوانين طبعا من قبل. هلا V final اللي هي السرعة النهائية بتساوي السرعة البدائية زائد التسارع في الزمن. طبعا في ناس بترمز لها برموز مختلفة، مثلا بدل V final بتحط V 1 أو V، وبدل V initial بتحط V 0، نفس الاشي رمزوا لها باللي بدكم اياه، أو V 1 و V 2 زي ما بدكم. المهم الإكواجن نفسها. وثاني قانون بيحكي لي V final تربيع السرعة النهائية تربيع بساوي السرعة البدائية تربيع زائد 2 في التسارع في التغير في المسافة. تمام؟ دلتا اكس هي تغير المسافة. هلا اذا بلشت من اكس 0 بتساوي 0، لو بلشت من مسافة الصفر بتصير في المسافة اللي قطعتها، بس مرات ببلش لك من مسافة ثانية بتكون اكس فاينل ناقص اكس انيشال، هاي دلتا اكس. وبحكي لي برضه المسافة هي السرعة البدائية في الزمن زيد عليها نص في A في T تربيع. هلا هذول القانونين بجوز ما شفتهم مش حتى من قبل في حياتكم، بس بفضل الواحد برضو يكون شايفهم كثير، مرات بتسهل عليه يعني، بدل ما تقعدوا تحلوا معادلتين مجهولين مرات بتطلع هون دايركت. فهاي هي مشتقة فعليا من 3 قوانين اللي فوق، تحكي لي دلتا اكس المسافة المقطوعة بيساوي معدل السرعة، هاي معدل السرعة اللي هي اكس انيشال زائد اكس فاينل على 2 هي معدل السرعة مضروب في الزمن. فهلي هي في افريج بتي، في افريج هو السرعة البدائية زائد السرعة النهائية على 2.
وكأنه هذول اثنين قانون واحد. يعني لو بدي أحسب المسافة هي السرعة بزمن، بس هالمرة مش V، V average اللي هي V final ناقص V initial، نوجد المسافة. فحسب شو في، يعني حسب شو في شغلات ناقصة في الامتحان في السؤال نفسه، بتختاروا أي قانون من هاي القوانين. أنا هلأ في في الفيديوز الجاي راح أعطيكم أمثلة، ومن خلال هاي الأمثلة راح أفرجيكم ليش اخترت كل واحد من هدول، ليه كيف فكرت بهاي، كيف فكرت بهاي، على اساس تاخذوا المهاره اني اختار الايكويشن الصحيحه للناس اللي لحد الان مش، او يعني بتكون مش واصله منيح الفكره انه اي معادله من هدول اختار، او ليش اشتغل على هاي المعادلات اصلا. فان شاء الله في الفيديو الجاي بنشوف امثله رقميه اكثر وبنبلش حل بشكل اكثر في هاي الموضوع. يعطيكم العافيه ونشوفكم في فيديو سكودنا.